شهد معرض أهل المدارس بالغردقة إقبالا كبيرا من قبل أهالي البحر الأحمر، حيث يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل. تصل التخفيضات في المعرض إلى نحو 30%، حيث ضم 22 عارضا لمختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية. يأتي هذا المعرض في إطار خطة الدولة للتخفيف عن أولياء الأمور بافتتاح معارض أهل المدارس بمختلف المحافظات لتوفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة قبل بداية العام الدراسي الجديد. تم إقامة عدة معارض بمستوى على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر، والنهارده احنا في معرض أهلا مدارس بمدينة الغردقة وتحت رعاية السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع الغرفة التجارية أقيم هذا المعرض ووسط طبعا كتلة سكانية كبيرة، ويشهد إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم المدرسية. والمعرض السنة دي فيه تنوع كبير.